أكبر كابوس عشته مع منتخب مصر الحقيقة كان في 2002 لما كنا لعبنا الكاميرون في ربع النهائي. منتخب الكاميرون وقتها كان جاي لنا بتشيرتات قط علشان يبينوا عضلاتهم، في المقابل احنا كنا منتخب غلبان بشكل لا تتخيله. محمد بركات خد كتف من واحد منهم زحف على الترتان، يا عيني يعني وصل لدكة محمود الجوهري. ده ملامبة نجم منتخب زئير، ان انت في نص النهائي على ملعبك وسط جمهورك 120 ألف متفرج ومتقدم 2-0 على زئير وخلاص في طريقك للنهائي وهتاخد الكاس رقم 3 ليك، الا ان انت بعد ما تقدمت 2-0 لعيب واحد قدر يرجع بالنتيجه من 2-0 ان انت اخر ان انت تخسر 3-2. كوابيس مع المنتخب في امم افريقيا، يعني الفرق اللي بتلعبها من شمال افريقيا، مصطفى حجي في 98 وحسين عيشي في 2004. لسه لغايه دلوقتي فاكر وهو بيتمشى من نص الملعب مع هادي خشبه عمال بيجري جنبه وهاني سعيد عمال بيرجع لورا من غير ما يخش عليه لحد ما وصل لمنطقه الجزاء وبيشوط في نادر السيد جول. بس 2017 احنا مرينا بتجربه صعبه شويه في ماتش بوركينا، كان اكتر لعيب عمل قلق المنتخب كان هو بنسيه، قدر يجيب فينا جون وكان خطير على المرمى المنتخب قبل ما الحضري يقدر يتالق في ضربات الجزاء ويخلينا نقدر نصعد المباراه النهائيه. حجي في 98 الدنيا كانت اتنست لان احنا خدنا البطوله في الاخر والدنيا مشيت جميله يعني، بس حاطط فينا جول لا ينسى، راجل دبل كيك في المقص حاجه دمار يعني. مصطفى حجي في 98 كنت معتقد ان الفريق المنتخب ما بيخسرش، دايما هدفه بيبقى بيسبب ازمه للمنتخب، كان حاجه عامله زي الكابوس بالنسبه لمشجع كوره في الوقت ده. لما كسبنا كاس افريقيا فضل دايما منتخب المغرب هو الفريق الوحيد اللي مش عارفين نغلبه، منتخب المغرب عملنا مع ان خدنا البطوله في الاخر ولكن كان الماتش الوحيد اللي خسرناه، ومع ذلك المغاربه لحد اليوم يقول لما يشوفونا لا تنسوا مقصيه حجي. ما اعتقدش حد علم علينا تاني في تاريخ كاس الامم اللي انا شفتهم غير حجي.